كل مؤسسة مجتمع مدني قدمت بشكل أو آخر مجموعة من المشاريع التنموية في عدة مجالات لخدمة الوطن للإسهام في بناء مجتمع متسامح لوطن مزدهر. جميع الجهات العاملة في دعم المجال الصحي والمجتمعي والصناعي والتعليمي والتنموي والثقافي والخيري أنجزت فيها عدة مبادرات ساعدت الآلاف من المواطنين والمقيمين لتحقيق قيم التلاحم والتعايش. جائزة الحوار الوطني هي جائزة وطنية سنوية تهدف لتشجيع الإنجازات والمشاريع الوطنية المساهمة في تعزيز قيمنا المشتركة: التلاحم الوطني، التسامح، التعايش المجتمعي. هدفها إبراز جهود مؤسسات المجتمع المدني وتكريمها ودعم استمراريتها ودعم استمرارية مشاريعها للإسهام في بناء مجتمع متسامح لوطن مزدهر. قيمنا تجمعنا: تلاحم، تسامح، تعايش.